وزارة الدفاع تعطي أوامر رسمية بالتكفل الفوري ومعالجة جميع ملفات لجنود الاستبقاء وجنود العشرية السوداء. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. إذن نزف لكم جديد التسوية لجنود الاستبقاء وجنود العشرية السوداء، لكم هاته أو آخر هاته التفاصيل. معالجة المطالب المرفوعة من طرف العسكريين السابقين، هذه هي الإجراءات والإمكانيات التي ستستفيد منها هذه الفئة. إذن تجدر الإشارة أن معالجة هذه الملفات والاستفادة من مختلف المنح سواء كانت منحة العطب أو منحة التحيين وكذلك التقاعد يمر عبر آليات حالياً، ثم الوصول للغطاء القانوني متوفر بالنسبة للجان الطبية، حتى أنها ستعاد دراسة الملفات خاصة للفئة الثالثة التي كان المستخدمين العسكريين مشطوبين، وهذا لأسباب نهاية العقد ولأسباب تأديبية. إذن من لديه ما يثبت من وثائق أو صحيا، اللجنة الطبية لما يمر عندها وتؤكد له المنسوبية الخاصة به ومنسوبية نسبة العجز أو منسوبية الخاصة به، الخدمة في الإطار القانوني متوفر وموجود، وهذه الأمور لابد منها، إضافة إلى ما ذكر سابقا من لوائح تنظيمية تخص مؤسسة وزارة الدفاع الوطني التي فعلا أعطت أوامر لمختلف النواحي ومختلف الصناديق حتى يتم التكفل الفوري ومعالجة هذه الملفات بسرعة وبصفة رسمية، خاصة وأن اللجان تعمل بصفة متواصلة حتى يمكننا من معالجة هذا الأمر، وأن الإطار القانوني متوفر التحيين جاء وقته، ومع منحة العطب هاته ستكون هناك إيجابيات كبيرة وستساهم في حل هذا الملف نهائيا، وسيتم تسوية جميع الفئات. كان هذا آخر ما وردنا في خصوص ملف جنود الاستبقاء وجنود العشرية السوداء. إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب.